ومن المسائل المهمة جدا في هذا الباب أن ابن حجر رحمه الله في الفتح لما ذكر حديث حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى أن قال وبين دعاة الضلالة في هذا الحديث، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. انتبه، نسب إلى النووي رحمه الله من أنه يضعف حديث تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وبينت هذا وكذبنا من قال بهذا القول من قول النووي في كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. وهنا يأتي التوضيح والتبيين فيما نسب إلى ابن حجر رحمه الله مما لم يقله. قيل إن ابن حجر يضعف هذا الحديث أو في الفتح بالتصريح الصحيح الواضح البين الذي لا غبار عليه، لما قال تحت حديث شارحا له فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال ابن حجر رحمه الله قلت، انظر لو أنه قالها هكذا من غير أن يقول قلت، قلت ربما أنه نقلها من أحد العلماء ونسي أن ينسبها، لكن كونه يصرح قال قلت فهذا يدل على لزوم جماعة المسلمين وأئمتهم وإن عصوا. قال وإن عصوا لما؟ قال لرواية أبي الأسود وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ثم ذكر ما جاء عند الطبراني قال فإن كان لهم إمام فالزمه، يعني اعتزل تلك الفرق والأحزاب وأهل الأهواء، فإن كان لهم إمام فالزمه وإن لم يكن قال صلى الله عليه وآله وسلم فالهرب. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله قال لأن الخروج على الولاة فيه تفريق لكلمة الأمة وفيه وقوع الفساد بين الناس. انظروا هذا كلام ابن حجر كلام واضح، ولذلك ذكر ما عند ابن ماجه قال صلى الله عليه وآله وسلم تعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل جذل وهو عود تحتك به الإبل حتى يأتيك الموت وأنت عاض عليه. ذكر رحمه الله كلام البيضاوي قال مما يدل على أن من عض الشجر عليه أن يتحمل ما يأتيه من شدة في الزمان، إذا كثرت الأحزاب ولم يكن هناك إمام فليصبر، كما يقال فلان يعض على الحجر من شدة الألم. قال ابن حجر رحمه الله قال ويحتمل أنه يكون ملازما للعض على أصل تلك الشجرة حتى يأتيه الموت ولا يذهب إلى أي طائفة من تلك الطوائف ولا إلى أي حزب من تلك الأحزاب. قال ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم عضوا عليها بالنواجذ. هذا كلام صريح من ابن حجر رحمه الله في تبيين هذا الباب.